تسابق اللجنة المستقلة للانتخابات الزمن لتنظيم انتخابات هي الأكثر تعقيدا في تاريخ موريتانيا. تحديات جمة تواجهها اللجنة المشرفة على الانتخابات التي تشكل سابقة من نوعها من حيث عدد اللوائح المترشحة للمجالس البلدية والبرلمان والمجالس الجهوية المستحدثة لأول مرة. اللجنة المستقلة اعتمدت في تشكيلتها هذه على موارد الدولة، بينما في السنين الماضية كانت تمول من طرف الخارج. هناك الضغط الزمني، الكل يتذكر أن اللجنة المستقلة السابقة شكلت سنة قبل خوضها الانتخابات، بينما نحن تشكيلتنا أتت شهرين أو ثلاثة قبل الانتخابات. تحدي الثاني هو إحصاء جميع الموريتانيين. الضغط الثالث هو ضغط كثافة الأحزاب السياسية. عشرات الأحزاب تخوض هذه الانتخابات لأول مرة من أجل تأمين نسبة 1% على الأقل من الأصوات، بعدما اشترط قانون جديد حصولها على هذه النسبة لمنع حظرها، فيما أعلنت عدة قبائل خوض مرشحيها للانتخابات ضمن قوائم أحزاب صغيرة احتجاجا على اختيار الحزب الحاكم لمرشحيه من غير عناصرها. هذه الانتخابات ستؤدي إلى ارتباك كبير للناخب العادي، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك مشاكل لوجستية كبيرة جدا، حيث أن 96 لائحة على مستوى نواكشوط، يعني أن هناك 96 مندوب لائحة، كيف ممكن لمكتب واحد أن يسع كل هذا الكم؟ ارتفاع نسبة الأمية في أوساط الناخبين حيث تصل إلى أكثر من 31% قد يزيد من حالة الإرباك أمام هذا العدد الكبير من الشعارات في ورقة انتخابية واحدة لكل اقتراع من أصل 5 اقتراعات تقام في يوم واحد. أكثر من 40,000 مترشح في بلد لا يتجاوز عدد ناخبيه 1,000,000 إلا بقليل. تنافس يؤكد أن البلاد دخلت فعلا مرحلة التجاذب السياسي الممهد للانتخابات الرئاسية المقبلة. انتخابات يتوقع أن تشكل منعطفا هاما في تاريخ الحديث للبلاد. أبي سيدان وقشوط، الميادين.